كنت اسوي شغل بيت والله. طبعا انتم مشاهدين انا شغل كنت اسوي صح، كنت انظف واكنس واسوي طبخ البيت. حسب كذي انا تاخرت رايكم اي ماسك اختار، لاميناريا ولا اورانج ووتر؟ بدوي ترى هذا كله اورجانيك حق الحوامل. طبعا الحين جابوا لي دكتوره لان ريولي صارت وايد ما شاء الله تخينه. شوفوا شلون سبحان الله فجاه انقلب مزاجي ما ادري ايش فيني. المهم فجيتني عشان اسوي مانيكير بيديكير ومساج حق الحوامل. طبعا هالإحساس هذا عادي الهرمونات و بس تدرون شو اللي صار؟ تخيلوا رجلي، تبدا شوفوا رجلي شلون صارت فيها قشرة. طبعا هذا من تمدد اللحم، شوفوا رجلي صارت وايد 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 ملفوفة. الحين راح ابلش ابشر بالمانيكير. طبعا المانيكير حق الحوامل، كل شيء حق الحوامل هنا، حتى الكرسي اللي يسوون فيه المساج طبعا سوفت مساج. طبعا لازم يكون الكرسي تحت وريول فوق عشان انا بيني وبينكم وايد حبيت نوعية الكراسي هذه، والله صراحة ودي اخدها معاي دبي اسوي لي مشروع كذي بس مانيكير بيديكير.